فالمشوار ده اتغير والكارير اتغير، وبالتالي طبعا الاحلام كمان بتتغير. ضفتي النهارده مثال ان انا مش ممكن يعني عشان اشتغلت خلاص في مجال افضل بقى عايشه فيه طول حياتي، حتى لو اشتغلت فيه يعني عدد كبير جدا من السنين، ممكن اغير الكارير وممكن اشتغل حاجه تانية خالص بعيده عن المجال اللي انا كنت فيه. يا ترى ده كان حلم وحققته ولا صدفه جميله كمان واتحققت؟ ضفتي النهارده مثال لكل التقديمه اللي انا قلتها لكم دي، وهي الفنانه اللي منوراني النهارده استاذه هاله سمير. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا استاذه منى، كويس. يعني فكره ان انت كنتي في كارير بعيد تماما عن التمثيل وفجاه قررتي ان انت تكوني ممثله، بالظبط. احكي لنا بقى القصه دي واحكي للمشاهدين. بصي، انا كان عندي شغلي الخاص، وبعدين بعد سنين طويله جدا جدا ابتديت، طب ليه لا؟ يعني انا دايما عندي مقوله اتس نيفر تو ليت، حتى الواحد لما يكبر في السن هو عايز يعمل حاجة هيحققها، بس هيحققها امتى دي لسه الواحد ما بيبقاش لسه عارفها. اتجوزت وجبت بناتي وجوزتهم، وبعد كده ابتديت، طب ليه لا، طب ما ابتدي اشوف الحاجة اللي انا حباها. ابتديت الاول ان انا عملت اعلان، انا ما اعرفش حاجة خالص اصلا، يعني يعني انا انت كنت حابة المجال الفني اصلا؟ كنت حابة المجال الفني عن طريق ان انا ابقى مذيعة من وانا صغيرة، تمام، وبعد كده ما اتحققش، ما لغاية ما تحققش. اتحققش خالص، وما وعارفة اللي هو انا ما جريتش وراه خلاص، ما اتحققش خلاص، وما حطيتها في ورا دماغي، وما ما فيش مشكلة، وكملت حياتي وعملت المشروع. عندي مشروع حضانة، هي فاميلي بيزنس، فابتدت فيه وبرتنا فيه انا واهلي وكده. وبعد ما جوزت بناتي فقلت طيب ما نعمل حاجة تانية غير المذيعة، نعمل حاجة تانية. بس حلم الحضانة يعني المشروع اللي هو الحضانة ما حسس يعني ما حسسكيش بالاكتفاء ابدا، ان انت لا انا كفاية ان لا انا اكون موجودة مع الاطفال لا لا وفي لا لا، الحضانة في وكده؟ حاجة جوايا كانت عمالة تقول لا، انت عايزة حاجة اكبر، عايزة حاجة اكتر، عايزة تشغلي وقتك، وحاجة من جوايا، حاجة فيها حاجة فن كده، عارفة؟ بس لسه ما حطيتش ايدي عليها. اتحطيت ايدي عليها لما مرة كنت بتفرج على اعلان، واحدة صاحبة بنتي قاعده، فبقول لها حلوه قوي ده، انا قالت لي بجد يا طنط انت عايزه تشتغلي في اعلانات؟ قلت لها ايه المشكله، خلاص انا يلا انا فاضية. بينا يلا بينا. ففعلا رحت عملت اعلان، كان اول اعلان عملته كان ايفا بالكولاجين، يعني او اعلان اعلان تاني يعني كريم بشرة. كريم بشر. فحسيت ان انا، المخرج قال لي لا انت هايله، ده طب انت وانت قدام طبيعيه. الكاميرا وانت واقفة لأول مرة قدام الكاميرا ما كنتيش خايفة لا متوترة؟ ما كنتش خايفه جدا خالص خالص، ودي كانت الحاجة الغريبة برضو، ان انا قدام الكاميرا، طب ما الدنيا لذيذة ايه. حتى المخرج قال لي لا انت طبيعية قوي، وفعلا كنت بتكلم بطبيعتي، لان هي فيها فقرة انك انت بتتكلمي، فاتكلمت بطبيعتي جدا، ما كانش فيه الخوف من الكاميرا قوي. تمام. وبعدين طب ايه ده، ده قال لي انت كويسة المخرج قال لي وطبيعية انت كويسه. وتعالي، طيب ده انا ممكن نشتغل مع بعض نعمل فيلم. فانا قلت اعمل فيلم ايه؟ لا انا لسه ما اعرفش حاجه، لا اعرف تمثيل ولا الكلام ده كله. فابتديت بقى ادور على موضوع التمثيل، ابتديت اخد ورش اعرف يعني ايه تمثيل من بدايته، ابتديت اروح مشاهد في مسلسلات، ابتديت بقى الستيب باي ستيب بتاعت التاريخ الفني. طيب فكرة يعني ان انت دخلتي مجال التمثيل، هو عرض عليك ان انت تمثلي بس انت ما وافقتيش الا لما تاخدي الورش، بالظبط يعني انت حبيتي ان انت ما تدخليش بس لمجرد ان انا بحب الكاميرا او عايزه اعمل حاجه جديده، انت حبيتي ان انت تدرسي. بالظبط. طب لما درستيه حبيتي؟ جدا جدا، يعني انا الوقت اللي ما بيجيليش فيه تصوير، عارفه لما تحسي انك انت ايه ده في ايه، لا انا عايزه عارفه انت لما بتبقي مدمنه الكاميرا او مدمنه انك انت عايزه تمثلي، ده ادمان بجد. يعني انا كان زمان كنت استغرب قوي لما الممثل كان يطلع يقول لا انا كل حياتي للكاميرا، كل حياتي للتمثيل، عندي شغف جامد. ايه الناس دي، مش قوي كده يعني. فعلا لما دخلت الموضوع ده حسيت لا فعلا، الواحد بيدمن الكاميرا، بيدمن اللوكيشن، بيدمن الجو الجميل اللي بيبقى فيه التصوير، والناس واللي ورا الكاميرا وبيعملوا وبيشتغلوا، والمخرج والمنتج لا حاجة تانية خالص بجد.
لا حبيتها. طيب مين اكتر حد شجعك بقى في اسرتك؟ يعني سنين طويله بتشتغلي في مجال تاني خالص، بالظبط. الاسره اكيد مش شايفه ان ماما او يعني اخواتك او اي حد في حياتك مش شايف بقى ان انت هتبقي ممثله، ففجاه بقى انا خلاص لا انا عايزه ابقى ممثله. مين اكتر حد كان مشجع ومين اكتر حد كان بناتي رافض؟ صراحة. اكيد البنات. لا بناتي يشجعوني، يا مامي روحي اعملي، شوفي ايه الحاجة اللي انتي بتحبيها واعمليها، وكانوا بيتبسطوا وبيوجهوني لو عملت حاجة مثلا مش حلوة قوي، لا يا مامي دي كانت عايزة تبقى احسن من كده، دي كانت حلوة. طبعا في البدايات طبعا كنت لسه ما عنديش الخبرة قوي ازاي، لان الممثل لما ما بيبقاش عنده الخبرة بيبقى وبيلتزم بالحاجات اللي دارسها فبيبقى متخشب أوي، متخشبة كده. ايوه لما تبتدي بقى في خبرة طبعا. فبتحسي لا انتي تلقائية، طب عادي يا جماعة الدنيا حلوة. تقريبا بقالك كام سنة دخلتي موضوع التمثيل؟ دلوقتي 8 سنين تقريبا. طب يعني فترة برضو تعتبر طويلة. ما حسيتيش ان انتي عشان داخلة في سن معين بكاركتر معين بشكل معين ان هما هيحطوكي في نوعية معينة من الادوار؟ ما هي فعلا حطوني في نوعيه معينه، وبعدين هي المشكله برضو ان هم حطوني في جزء، يعني انا عملت مسلسلات كلها حاطيني في كلاس ايه اللي هو اعلى حاجه، يا جماعه انا عايزه حاجه براني، انا عايزه احس ان انا بمثل ادوار تانية خالص، اي ما يعني هما شايفين الشعر الاصفر برضو او الشياكه والحلاوه انا فاشياء طب طبيعيه. ما هو التمثيل ما انت بتغيري من نفسك، يعني صورت مره بس للاسف ما جبتش الماتيريال بتاعتها. مسلسل كان لذيذ بقى، وعامله بتاع الاشارب كده وبتاع، قد ايه انا كنت مبسوطه بنفسي، كنت حاسه لا انا طلعت براني تماما، طب والناس انا عايزه عرفتك؟ الحاجات دي. لا محدش عارفني. ما عرفتكيش صح؟ لا انا حاسه ان انت شبه رغده قوي. هما بيقولوا لي ان انا شبه رغده فعلا. يعني انت فعلا شبه رغده قوي. طيب خلينا نفكر كده المشاهدين ونشوف مشهد لحضرتك من مسلسل الا انا يلا بينا، ونرجع تاني نشوف يلا مع بينا حضراتكم. اتفضلي. فكرة ان انا واقفة بقى قدام الكاميرا احيانا، يعني طبعا انتي شباب وجميلة وزي القمر وكل حاجة، بس دايما الشباب كده عندهم اندفاع مش بيفكروا. عارفة بيقف قدام الكاميرا وهو مش خايف، الاطفال كمان صح الصغيرين دي حقيقة. تتفاجئي جدا ان هو يا حبيبي انت مش خايف مش مكسوف، يقولك لا لان هو مش مفكر في اللي هيجي بعد ده، هو دي مبسوط حقيقة بس بالحالة بالظبط. اللي هو فيها. لكن بقى لما يكون الانسان كده ناضج وعنده كارير ومحقق اسمه في مجال تاني ويجي يدخل على مجال جديد، يبقى فيه شوية خوف خوف من ايه بالظبط؟ ان انا منجحش، ممكن ردود الافعال مثلا من اللي حواليا من قرايبي. والله يا استاذه منى انا ما فكرتش في دي، تخيلي. طب والله برافو عليكي. ما فكرتش في دي، يعني ما فكرتش ان انا انجح ولا ما انجحش، يعني انا داخل حاجه يعني حبيتها فعلا، وحاسه ان انا ممكن، يعني مش ممكن، لا انا هنجح فيه، يعني هحاول ان انا ادرس واشوف واطلع وادرس مره واتنين وتلاته. حتى انا دايما بقول ان الممثل علشان يبقى دايما up to date للتمثيل، او ان هو بشبهه زي الجيم، انك انت لو رحتي الجيم اشتركتي مثلا شهر شهرين خلاص انت اتعودتي انك انت تشتغلي المسلز بتاعتك ابتدت تشتغل، لكن لو وقفتي ورحتي بعديها بشهرين ثلاثة هتبتدي تاني من اول وجديد، صحيح. هتتعبي برضو وعضلاتك هتشد. التمثيل كده، ده في رأيي، ان انا دايما بحب ان انا اخد الورش، لان هو يعني بيخليني يبقى في براكتس على طول للتمثيل، بيخليني ان انا اشوف ايه الحاجات اللي ناقصه جوايا وابتدي اشتغل عليها اكتر. مهما الواحد، ده اللي انا بقوله، مهما الممثل بقى ستار سوبر ستار، لا هو لازم برضو يبتدي يدرس، وان هو يعرف يشتغل على نفسه كويس، يعرف ايه الحاجات اللي هي اللي ناقصه فيه ويبتدي يشتغل عليها كويس، ده اللي بينجح الممثلين. يعني دي مقولة أنا مقتنعة بيها جدا، إنك أنت حتى لو وصلتي للتوب لا أنت لسه هتتعلمي. طب احنا دلوقتي شفناكي مع ميرفت امين، فكره بقى مقابله النجوم اللي احنا بنحبهم واللي بالنسبه جميلة. لنا بقى يعني لا ميرفت أمين من الممثلات، التواضع والأخلاق والذوق
كل حاجه يعني ايه الحلاوه دي؟ عارفه الزمن الجميل، هي ايه قمر الحلاوه كمان. دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه التواضع ده؟ لا كان جميله قوي الصراحه، كانت هايله يعني. انتي اول حاجه عملتيها كان ايه؟ كانت حاجه اسمها طلعت روحي مع انجي وجدان، مع استاذه انجي وجدان. ايوه ده مسلسل كوميدي. كان كوميدي، كان حلو قوي، وكان وناس بالنسبه كتير لي كانت بتتفرج عليه، نسبه بالظبط مشاهدته كانت بالظبط. عاليه. ده كان اول حاجه عملتها بالنسبه للمسلسلات. عملت حاجه تانية، كانت اول حاجه اعملها فيلم، كانت عيار ناري مع استاذ ممدوح تايسون. بس للاسف المشهد اتشال. خسارة. ما بزعلش. عارفه اللي هو دايما طيب ادي اكسكيوز، اقول ايه، ما هي دي ممكن تكونش ليها لازمه، هم عايزين حاجه تانية تمشي الفيلم اكتر او ليها بس الواحد في يبقى السياق. خلاص بقى انا مثلت ونزلت، فنفسي اشوف نفسي بقى على الشاشة. ما مش عارفه، يمكن ساعتها ما زعلتش، ممكن دلوقتي اكون بزعل. لكن قبل كده لا، ما كنتش بزعل قوي. طيب 8 سنين تعتبر فترة طويلة. وبرضه مش طويلة قوي يعني، عارفة تحسينها في النص كده. اتعرفتي مع الوسط الفني ولا لسه بتنزلي كاستنج لا لسه طبعا، في ناس عرفوني وفي ناس لازم انزل اعمل اوديشن، في لو مثلا في مسلسل لازم اعمل اوديشن. اصل الاوديشن ده هو بيبقى ضروري، ليه؟ لان المخرج بيبقى عايز يشوف الكاركتر ده لايقة ولا لا؟ لايق مع الدور ولا مش لايق. وده اللي بيتعمل في دول العالم كلها، من اكبر الممثلين لازم يروحوا يعملوا اوديشن. يعني انا مش بعمل فيلم عشان خاطر ممثل معين، لا انا بعمل الفيلم وعايز كاركترز معينه. ممكن الممثل السوبر ستار مش هو اللي هيدي، مش هو في عقليه الكاتب ان هو ده اللي هيقدم الدور. لا انا عايز مثلا، يعني ما اقدرش اجيب مثلا على سبيل المثال مثلا احمد عز، ان هو اسواني مثلا، ان هو عايش في اسوان، او ان هو صعيدي، او ان هو في ملامح معينه للصعايده، لا او في ممكن يبقى ملامح صعيدي برضه. معينه لا في صعيدة ملونين برضه. لا يعني بس مش نوبة مثلا، مش مش نوبه، أسوان. مش اسوان، الكلام ده كله. ده بالنسبه للملامح، لكن طبعا بالنسبه للتمثيل هم هايلين. لكن انا بتكلم ان هو ممكن تبقى ممثله هايله جدا، بس مش مش هي مش لايقة. لايقه على الكاركتر بتاع المخرج اللي هو عايزها. طيب فكرة برضو وجودك في اوديشن في كاستنج، هل بتحسي ان هو يعني بيبقى فعلا عايزين يختاروا ناس؟ لان انا في ناس كتير قالوا لي ان احنا احيانا بنروح كتيرة جدا اوديشنز وبنعمل وبنعمل وفي الاخر ما يعني بيجيش. بقى بالنسبة لهم محبط. وعايز اقولك شباب صغيرين لسه في بدايات العشرينات، وبيحبوا ان هما يعني وساعات يقولوا لي بيبقى محبط ليا او برضو. يقولوا لا مش رايحين تاني. لا لا، ما ده ما ينفعش. لا يروح مرة واثنين وثلاثة واربعة. انا في البدايات خالص قبل ما تعرف، انا والله يا استاذة منى كنت اروح مثلا علشان اعمل اوديشن ممكن اقعد بثلاث اربع ساعات. انتظار فقط. علشان حابة ان انا عايزة اعمل ده، او ممكن ما تجيليش، ممكن تيجي. فلا بالعكس، طالما ان هو حابب التمثيل انت لازم تعاني، لازم ممكن تقعد مثلا تاخد مشهد واحد بس، تروح الساعة 9 تقعد في الكرفان تمثل الساعة 1 بالليل. 9 الصبح صعبة انت أوي. انت موجود، ممكن المخرج عايزك في اي لحظة، فانت ستاند باي، انت موجود في الكرفان بتاعك. فتصور امتى بقى؟ 1 2 الصبح زي ما انت عايز. طب ما فكرتيش يعني في ناس بقت دلوقتي تعتبر السوشيال ميديا بديل ان انا اكون مثلا موجودة على الشاشة، وشفنا نجوم يعني اكيد. دلوقتي على السوشيال ميديا المجرد تحكي مواقف شوية بتضحك، شخصيتها مميزة وهي بتتكلم. ما فكرتيش ان انت تعملي حاجة والله زي دي؟ فكرت، لا فكرت، فكرت انا دخلت التيك توك مثلا شويه. كان كنت عايزه اعمل حاجه، ان انا انصح الشباب الصغير بالنسبه للطلاق ومش للطلاق، وان كنتوا من بدايات ما تتعرفوا، بدايه لما تتخطبوا ايه المشاكل اللي طب ده بتحصل، حلو لغايه الجواز لما تتجوزوا ايه اللي المفروض يحصل للراجل وللست. للبنت اكيد. لان دايما هما دايما بيعلقوا المشكله على الست، وساعات بيعلقوا المشكله على الراجل. صحيح. هو المشكله دايما ما بين الراجل والست، هم المشكله. انتوا خلاص اقتنعتوا ببعض، اتقفل عليكم باب، خلاص انتوا كل العواقب كلها اتزاحت. فده اللي كنت بحاول ان انا اوصله، بس للاسف ما كانش فيه
الناس مش عايزه ده، او هي الناس الحاجات عايزه السهله حاجه اللي تانية. بتضحك. ايوه بالظبط بالظبط. فطبعا احبطت فما بقتش اعملها. لا ارجع اعملها تاني. خلينا نشوف مع مشاهدين مشهد لحضرتك من اوكي مسلسل حكايه ورا كل باب، يلا ونرجع معاكم مره اوكي. تاني. الاقلام دي حقيقي؟ الاقلام دي حقيقي، ليه طيب؟ انا اتخضيت، انا ما كنتش اعرف ان هو هيضربه. استاذ فريد ان قراشه هيضربوا القلمين دول، انا اتخضيت بجد. اه يعني عارفه لو انا اعرف ان، وبعدين احنا صورنا حتى ما كانش فيه بروفا ولا الكلام ده، بدأتوا على طول. على طول اه قلم، وبعدين ماشي قلم التاني. ليه وبعدين العنف؟ يا عيني علمت هنا كده اه لدرجه ان هم حطوا له فاونديشن او حاجه عشان الاحمر من كتر ما هو معلم. طب ليه ليه العنف ده؟ كانت كان بس كان مسلسل كان حلو قوي، اه هو كان لا لذيذ. كان مسلسل لطيف. واستاذ عمرو محمود ياسين برضو كتاباته اصلا يعني هايله 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 بجد، لا عمرو بيكتب حاجات قوي قوي قريبه قوي من الناس يعني. جدا اه شبهنا، جدا. مش تحسي بقى ان هو الكلام اللي بنحس انه بيننا وبينه بعد كده لما بالظبط. بنتفرج لا عليه. لا 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 لا، حواره جميل دايما جميل، قريب قوي. اتبسطت قوي قوي ان انا فعلا اشتركت في المسلسل ده معاك. طيب سمعت كمان ان انت في فرقه موسيقيه كمان، مظبوط. ايه بقى الموضوع ده؟ ايه موضوع الفرقه الموسيقيه؟ ما هو برضو الواحد لما بيكبر المواهب دي كلها اكتشفناها امتى؟ بيحاول ان هو ايه يشوف ايه الحاجات اللي عنده كان نفسه يعملها ويعملها، ينطلق بقى. تمام. انا دلوقتي في فرقه بتاعه الاي يو سي، عاملين فرقه حلوه قوي وبنعمل حفلات لذيذه جدا. كان لسه عندنا حفله الخميس اللي فات، فكانت جميله الصراحه، واغاني كلها القديمه. ايوه ايه بقى يعني، ايه الفرقه اعدادكم قد ايه، بايه نوع الاغاني اللي انتوا بتغنوها؟ الاغاني بنغني لفريد الاطرش، لعبد الحليم، لشاديه، لفايزه احمد، كورال. في حاجه كانت الحلو في البراندة، انا دي كانت اول مره اسمعها. كانت مغنيه مين اه برضو، معانيها جميله. الحلو في البراندة، شاورلي وبصلي. وبصلي. ايوه اه شد الحزام على وسطك، عارفه الحاجات اللي هي. اه وبعدين الحاجه اللي تفرح ان كل الاودينس نفسهم شباب، فقاعدين مستمتعين مبسوطين، طب حلو. ويطلبوا مننا اغاني معينه ان احنا نغنيها، واغاني قديم. قديمه. اه فاللي هو ايه ده، معقوله؟ يعني عارفه اللي هو تحسي فعلا لا، الشباب عايز فعلا اغاني برضو من التراث القديم، ليها موسيقى حلوه، ليها معاني حلوه، يقدروا ان هم يسمعوها. طب انتوا الفرقة بقى عددكم قد ايه؟ احنا الاعمار تقريبا كبار عشان ما صغيرين فيش كبار وصغيرين وكل كل حاجة. اه يعني ما وهي فيش تبع الكبار، الجامعة يعني، تبع طلبة الجامعه. من الجامعة كمان. تمام. انضملت لهم ازاي؟ والله في كانت بنوته جميله قوي قالت انا عايزه اعمل فرقه، فانا اختي كانت عامله فرقه قبل كده برضو، واشتركت معانا، اتصلت بيها يعني وكانت لها ايه رايك تيجي تشتركي معانا. اوكي يلا، ايه رايك يا هاله تيجي معايا؟ قلت لها طبعا احب طبعا اجي. ف طب انتي واختك صوتكم حلو يعني، بصي طردوا هقول لك، حلو. ولا اللي هو بيبقى مؤدين جوه الفرقة؟ ف مؤدين يعني ما تزهق، ما تمليش، او ما تقولي لا، ما يعني مش بننشز. ايوه بس اختك برضو كونها ان هي عملت فرقة، اه هي ما حابة الفكرة برضو، حابة الفن. هبه صوتها بيسموه ايه، عارفه الصوت الغليظ اه اللي هو بتغني اغاني اللي هي الاجنبيه، اللي هي مثلا اه اه فهمت، زي البلوز مثلا صح؟ مثلا اه حاجه اه كده. اه غنت ل اللي هو لموني لغاروا مني مثلا، غنيتها بطريقه حلوه قوي. وبعدين كانت بتدمج مثلا الاغنيه بتاعت حبيتك بالصيف بالفرنساوي، فلا كانت عامله عامله شغل حلو حاله قوي يعني. قوي، حاله حلوه قوي قوي. اه وبعد كده انضمينا بقى للفرقه بتاعت الاي يو سي. لذيذ حلو، عارفه بتشبعي برضو، اصل دايما الغنى برضو غذاء الروح، اه زي التمثيل غذاء الروح. يعني هو الواحد ما يعني بيدور على الحاجه اللي بيحبها ايه ويروح يعملها، من غير طبعا مش الحاجات التانية، لكن الحاجه اللي هي بتشبع الروح اللي جوه. ايوه بس انا حاسه ان ميولكم كلها فنيه يعني، كله في اتجاه الفن. اه تمثيل، غنى، اعلانات.
طب فكرة تقديم البرامج يعني ليه برضو مش مفكرة فيها طالما كان حلمك القديم والله ما وحضرتك يعني مؤهلة انك تعملي ده؟ الأول طبعا وأنا صغيرة كان عندي فرصة إن أنا أسافر مع ام بي سي، كان الأول البث بتاعها من لندن، بس والدي بقى الله يرحمه ما وافقش، فخلاص قلت له خلاص أوكي ماشي. عارفة لما تحسي إنك أنتي حلمك وبعد كده ابتدى يتراجع لورا لأن في أولويات الأول، فالأولويات خلصت وابتدى الحلم ابتدى يظهر. ففي الإذاعة طبعا دلوقتي ما هيبقى صعب طبعا في السن ده ان انا ابقى مذيعة، او ما كان او ما فيش كان مسابقات مذيعات، او ان انا ما عرفتش او ما ساعدتش يمكن. فلما جالي موضوع التمثيل او الاول الإعلان وبعد كده التمثيل، حسيت دي حلوة. طب ما دي شبع برضه شبعاني ان انا حابة موضوع الكاميرا، وحابة ان انا اطلع بشخصيات مختلفة، حابة ان انا امثل شخصيات كتيرة، طب انت كاركترز حابة كتيرة في الشهرة الحياة. بصراحة ولا عشان لا الفن؟ مش يعني الشهرة فكرة قوي، برضو اللي هو عارفة الإضاءة والجو هو الاضاءة وممثلين والجو حالة يعني. واللوكيشن حلو، بس انا من الشخصيات ما بسهرش، ما بروحش مع يعني ماليش علاقات مع فنانين مثلا او فنانات او الكلام ده كله، مش عيبا، لكن لا مش جرأة، انا ما عنديش الجرأة دي اولا، ثانيا لا انا حابة ده كهواية، انا بشبع هوايتي. الشهرة اكيد اي حد بيحب الشهرة، بيحب ان هو يبقى معروف، حد يقول له انت حلو انت كويس، دي بالنسبة لي تبقى حلوة قوي، لكن كشهرة وان انا اقعد في البيت وما اعرفش انزل وكده لا مش عايزاه. الناس بدأوا يعرفوكي، بدأوا يعلقوا على أعمال انتي بتعمليها. في بقى طبعا الـ parents في الحضانة طبعا كله. هو مشروع الحضانة ما زال قائم؟ طب حلو عظيم. طبعا طبعا طبعا، لا ما سبتوش، او لسه بقى برضو بيتابعوكي بقى ويقولوا لك شفناكي شفتيكي في مسلسل كذا، لا كنتي حلوة جدا مش عارفة ايه. ساعات ناس بيعرفوني يقولوا لي احنا شفناكي قبل كده، انا اعرفك، طب حاسين شكلك مألوف. حاسين شكلي مألوف، اقول لهم طب شفتوني انا على فكرة بمثل، طيب عشان كده، فهم مش عارفين لسه الاسم، لسه مش عارفين اسمي ايه، بس عارفين بس الشكل، عارفين لان في مسلسلات الحمد لله عملتها كتير، طبعا. فتعرفت كشكل ما تعرفتش لسه كاسم. من القاهرة لاسكندرية ومن اسكندرية اكيد رجعتي تاني للقاهرة للقاهرة علشان التمثيل، النقلات دي كلها في حياتك ما بتخضكيش؟ لا بصي انا من الانسان اللي هو بيتأقلم في اي حتة، برافو عليكي. وبيتأقلم مع الناس بسرعة، وبيتأقلم في الاوضاع اللي موجودة، يعني اللي هو مش هقول يعني مثلا عايزة اديكي مثال كده اوضحهولك اكتر، يعني عارفه ما تتاقلمي انت زي مثلا لو انت كنت في بيت فخم قوي ورحتي البيت على قد حاله، انا تمام. هتاقلم، انا ما عنديش مشكله، عندي حته التاقلم او الرضا انك انت ربنا عايزك في المكان ده حلو قوي اوكي، وتتاقلمي عليه وتبشري حياتك بعد كده. ده اللي انا الحمد لله، ده الحمد لله. بتبقى حاجه من جوايا، ومعلماها لبناتي الحمد لله برضه. حبيتي اسكندرية أكتر ولا القاهرة؟ القاهرة طبعا، بجد؟ أنا قاهرية أصلا. مش عارفة، أصل أنا بحب يعني أنا قاهرية برضو، بس بحس إن اسكندرية كده يعني ليها برضو سحر. اسكندرية عشان الصيف ليها سحر طبعا خطير، بس كحياة القاهرة طبعا أحسن بكتير، حتى القاهرة أحسن. البنات الإسكندرانيات تلاقيهم دايما بيفضلوا إن هم يتجوزوا من القاهرة. فعلا؟ يعني قلت أنت لا فاكرة الاسكندرية بقى ما انا لما عشت تبقاش. في اسكندريه كلهم يقولوا لي حد يسيب القاهره ويجي اسكندريه، زي بالظبط حد يسيب امريكا ويجي مصر. فهي بتبقى كده، لا القاهره طبعا لانها بلدي، يعني انا عشت فيها وصحابي وحياتي كلها كانت موجوده. طيب خلينا نشوف مشهد من مسلسل الأجهر ونرجع تاني نكمل يلا كلام. بينا يلا. رجعنا معاكم مرة تانية مشاهدينا، والحوار ما بين القاهرة واسكندرية. انت ايوه قاهرية؟ خلاص نرجع. بناتك هناك ولا هنا؟ لا هنا. كله بقى جه القاهرة. طب ده حاجة لا عظيمة وانا بقى. عندي حتة انا بناتي جنبي،
بناتي ما يبعدوش، عارفه حته ال بيسموها الانانيه، مش أنانية ولا حاجة يعني، حب لا يعني. اللي هو ما اكيد طبعا حب، بس الحب فيه انانيه، يعني ما بتحبي حد قوي اكيد لازم يبقى فيه انانيه. ما انا دايما بقول على نفسي ان انا انانيه، انانيه في حبه، يعني اللي هو يعني مثلا بنتي الكبيره قبل ما تتجوز انا وهي بره مثلا على طول بكلمها انتي فين جيتي يلا بقى تعالي 17 مش عارفه ايه. فلما اتجوزت قلت لها انجي انتي هتزعلي لما انا اكلمك على طول، لا يا مامي مش هزعل مش هزعل، لا طبعا هبقى مبسوط. فانا انجي مثلا ونسمه لازم اكلمهم في اليوم 3 4 مرات، ولو هم ما كلمونيش اكلمهم وازعق لهم انتوا ما كلمتونيش. كلمتونيش ليه؟ فانا بحس ان انا انانيه في الحته دي، يعني انانيه في حبي فيها معلش ليهم. بحس ان كل الامهات كده يعني، اللي هو يعني انا مش طبيعي انها والله بتحبهم لازم، وقلقانه و... انا حاسه ان انا نفسي بزياده، يعني انا نفسي حته عارفه ما تبقي ايه قلقان عليهم طول الوقت، وهم بيعملوا ايه بيسووا ايه، وحاسه ان هم لسه انت لسه بره لغايه دلوقتي، طب انت حتى اتجوزتي لو اتجوزوا بالظبط. ايه يا مامي انا متجوزه على فكره يعني. فانا بحس ان انا في حبي ليهم يعني. طب ولما اشتغلتي في التمثيل ومع وقته الكتير اللي ممكن تبقي يعني زي ما انت بتقولي لي من 9 لواحدة عشان تصوروا مشهد، برضو لسه مركزة معاهم ولا طبعا لسه؟ طبعا طبعا طبعا، وهم مركزين معايا يعني. انا برضو لما ببقى بره مامي الصراحه برضو ربنا يديها الصحه على طول بتكلمني ايه الاخبار صورتي، اقول لها لا يا مامي بعديها بساعه ها خلصت مامي احنا لسه طب مصورنا شفتي هي قلقانة عليكي يا برضه. بقى. مامي ما هي اللي مصدره لي الكلام ده، ما يعني تتوارث انا القلق اللي ده. بتوارث الكلام ده، فالقلق ده فعلا مشكله، مشكله فعلا. لا ربنا يخليهم لك يا يا رب. رب يا رب. عجبني ان انت كده عندك شغف وطموحة وطول الوقت في جديد ومش بتقولي له لا دي يعني، حقيقة. فدي حاجة لطيفة اصل ليه جدا. نقول له لا؟ ليه؟ في ناس كتير تخاف تقول لك يعني، مثلا الناس بقى يقولوا لا خلاص بقى دي كبرت اتجوزت بناتها خلاص بقى يعني، لا فاهمه والله تركز لا في شغلها خالص. في البيزنس بتاعها يعني، عارفه يعني عشان انا انت رحت مجال اتعلمت تاني. صلصة مثلا، من الحاجات اللي انا كان نفسي فيها، رحت اتعلمت صلصة، ايه المشكلة؟ انت عملتي كل اللي نفسك فيه ايه الواضح. المشكلة؟ ايه المشكلة؟ اتعلمي صلصة، عايزة تغني غني، شوفي الحاجات اللي بتحبيها وروحي لها، عايزة تمثلي شوفي لو انت عندك ال الهواية بتاعتك او انت شايفة نفسك موسيقى روحي مثلي، ليه لا؟ وتعبي مرة واثنين وثلاثة واربعة وقعدي طول النهار يعني انا الاول مثلا ما كانش عندي كرفان، كنت بقعد مع افضل قاعدة كده مثلا، فاهمة؟ لما ابتديت اتعرف فابتدى يبقى ليا كرفان مخصوص، فليه لا؟ يعني ما حطيتيش في دماغك مثلا ان انا ده انا عندي يعني بيزنس اونر لحاجه كبيره، وان خالص. انا لا ده انا عندي مكتبي فدلوقتي قاعده مع اللي المجاميع، بصي اللي ما بيحب، فرقش لا معاكي. لا اللي بيحب حاجة بيعملها، يعني اللي بيحبها فعلا بيعملها وبيتغاضى عن حاجات كتير عشان حاجة معينة، فدي اعملي اللي وجهة. تحبيه واعملي اللي يخليكي مبسوطة وسعيدة، ودي رسالة لكل السيدات على فكرة وفي أي عمر، لأن احنا عندنا للأسف في المجتمعات العربية فكرة السن مع الستات بالذات، يعني عارفة لو عندها حاجة المفروض تعملها وهي عندها 20 جابت 30 يقولك انا خلاص بقى دي كبرت كبرت. بالظبط، فدايما السن بحس ان هو مقصلة للسيدات بالذات. انا كسرت بقى الحته برافو دي. عليكي. انا كسرت دي، لا اتس برافو نيفر عليكي. تو ليت، يعني دايما اتس نيفر تو ليت، طول ما انت فيك الروح وقلبك بينبض وعندك الحياه وعندك، حتى لو عيانه بعد الشر بعد الشر. في اي حاجه هتعمليها. يعني كان ابويا الله يرحمه الله كان يرحمه. دايما يقول لي ايه، البني ادم لو سليم حلو قوي ربنا يديله الصحه، جاله مرض في رجله عنده الرجل التانية، جاله مرض في رجله التانية عنده ايديه عنده مخه، فاهمه قصدي؟ الله يرحمه. كان فاللي هو لا فكرة انت الرضا وان انا بالظبط على طول ما يأسش. ما تيأسيش استاذة هالة نورتيني النهارده، حبيبتي يا استاذه منى. ميرسي ودايما عايزين نشوفك في اعمال كده لطيفة وجميلة زيك، يا رب ربنا وتحققي كل اللي يخليكي انت نفسك فيه. المرة الجاية بقى تجينا بالفرقة كلها، ان شاء ايه الله. رأيك بقى ونشوف يا حاجة سلام جديدة. يا ريت نعمل لكم هنا فقرة غنائية يا جميلة ريت ان شاء هتنورونا. الله. نورتيني يا استاذ. ميرسي يا ميرسي استاذه قوي منى، ميرسي لحضرتك، على استضافتك ليا. ميرسي ثانك قوي. كل مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتم بحلقتنا، وزي كده استاذه هلا الواحد يعمل اللي هو عايزه، ما يقولش انا كبرت بقى ولا انا ما ينفعش اعمل ده، كل واحد يعمل اللي هو عايزه طالما مش بيضايق حد ولا بيضايق ربنا بالظبط سبحانه وتعالى، فنعمل اللي احنا عايزينه.
يلا السلام عليكم ورحمة الله.